الخير لجميع المشاهدين من شمال لجنوب، الشرق للغرب. صباح الخير لمشاهدينا في المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة. معكم الكابتن مجدي طه، أخصائي الصحة واللياقة البدنية. شفتوني بحلقات سابقة وإن شاء الله حشوفوني بحلقات قادمة بإذن الله تعالى. اليوم حنحكي عن موضوع قديم جديد. قديم جديد كيف يعني؟ كثير من الناس على بداية فصل الشتاء بصير عندها ألام بالمفاصل، ألام بالعمود الفقري خصوصا، بسألهم شو بدنا نعمل، كيف نتجنب، شو الأسباب، شو التداعيات إلى آخره من هذه الأمور. اليوم نحكي عن هذا الموضوع المهم خصوصا اللي هي منطقة أسفل الظهر. كثير من الناس عم تيجي عندنا بتعاني من هذه المنطقة من الألام اللي بتصيبها خصوصا بفصل الشتاء، في لها أسباب كثير. الآن حنبلش بالموضوع زي هو حبة حبة نستوعبه شو سببه، كيف بإمكاننا أنه نتجنبه وكيف بإمكاننا أنه نعالجه. كثير من الناس بتيجي بتحكي لك مع البرد بصيبني ألم، مع البرد بصيب وجع بالمفاصل، بصيبني وجع بالركب، بإيدي، حتى بأصابعي. بدنا نمسك منطقة منطقة. بدنا نحكي هلا على المنطقة الأساسية خصوصا للستات، كثير خصوصا لأنه عم بتحركوش كثير زي الشباب، زي الرجال بيسيروا على الشغل إلى آخره. شو سبب ألام منطقة أسفل الظهر؟ السبب الأول والرئيسي زيادة الوزن. وزنك زايد حيسبب لك ضغط على منطقة أسفل الظهر، هذا الضغط بيولد بشر زيادة على الفقرات المحيطة والعضلات والأربطة والأوتار المحيطة بالعمود الفقري، وبالتالي بيسبب لي آلام مزمنة ممكن تتطور بعد ذلك. السبب الثاني اللي هي الضعف المحيط بالعمود الفقري اللي هي أنتي جرافيتي مصل، عضلات المضادة للجاذبية الموجودة عندنا بتكون ضعيفة، ما عندها القدرة أنها تحمي العمود الفقري، ما عندها القدرة أنها تحميه. يعني مع المدة الزمنية حيصير عندنا ضغط زيادة برضه على العمود الفقري، حيسبب لنا آلام. هذه الآلام حتنقسم لقسمين، آلام موضوعية اللي هي سببها العضلة نفسها، ممكن آلام ثانية سببها اللي هي العصب الخارج من العمود الفقري. العصب الخارج من العمود الفقري هذا موضوع ثاني حنحكي فيه، الآن حنحكي بس عن الآلام العضلية اللي سببها الوزن الزايد، اللي سببها ضعف في العضلات، اللي سببها قلة الحركة المصاحبة لذلك. طيب شو بدنا نعمل؟ أول شيء لازم ننظم الأكل تبعنا، حكينا كثير بحلقات سابقة وفقرات سابقة كيف ننظم الأكل، كيف نرتبه وشو بإمكاننا نعمله. وحنحكي برضه في حلقات أو فقرات متقدمة إن شاء الله عن هذا الموضوع كامل. الشيء الثاني بإمكاننا نعالجه إن نبلش نلعب تمارين نقوي العضلات هذه، شو نركز عليها ببعض التمارين، ممكن الصبحيات أو ممكن المساء أو حتى بمرتين ثلاثة بالأسبوع بإمكاننا إنه نعملها. الآن ما بدنا نغامر بشكل مفاجئ، ما بدنا نعمل طريقة تمارين خاطئة أو بشكل مفاجئ، بدنا أول شيء ناخذ نصيحة المدرب. يعني بدي أشوف أخصائي مدرب يحكي لي شو بدي أعمل بالضبط، شو ممكن إني أعمل تمارين لهذه المنطقة إني أقويها وأزيد المرونة تبعتها وأزيد القوة العضلية الموجودة عندي في تلك المنطقة مشان أتجنب اللي هي الآلام المصاحبة لفصل الشتاء حتى ببعض أيام السنة. طيب على العمود الفقري حامل جسمي كامل، في كمية عضلات مهولة، في كمية أربطة عالية جدا، شو ممكن أعملها تمارين بإمكاني أني أتجنب هذه التمارين، وبإمكاني أني أعمل خلينا نحكي بعض الإكسرسايزز اللي تقوي لي هذه العضلات الموجودة. أول تمارين السيفت إكسرسايز، طبعا معي شريكي عمر حبيبي. كيف حالك؟ طبعا عمر عنده شوية آلام شوية أوجاع بالعمود الفقري الموجود عنده، هنعمل الآن شوية تمارين، تمارين للعمود الفقري برضه، تمارين لعضلات البطن إنه نقويها للأشخاص اللي بعانوا من آلام أسفل الظهر بطريقة آمنة، لا ما في لها تداعيات إنها تزيد هذه الآلام أو في لها تداعيات لا سمح الله إنها تسبب له مشاكل. إنما شوية تمارين لمنطقة عضلات البطن بلس للتمارين الأساسية اللي إحنا حكينا عنها نقوي فيها عضلات العمود الفقري. عمر خلينا نسطع على الأرض على ظهرك. أول تمرين هنعمله اللي هو الكرانشز. الكرانشز عندنا موجود هون، سحب حالنا لتحت شوي، لازم نضم الركب موجود عندنا. شيء أساسي ورئيسي في التمرين تبعنا إنه نركز على عملية التنفس. عملية التنفس بتوفر الأكسجين للعضلات، بولد عندنا طاقة زيادة، بريح العضلة، بيخلي الشخص يؤدي التمرين بطريقة سليمة مع مجهود أقل ولياقة أعلى بإذن الله. حط إيدينا بهذه المنطقة، أوكي، وسع إيديه بهذه الطريقة، يركز على منطقة الأبس، يركز على عضلات البطن الموجودة عندنا، هي تقريبا أربع عضلات، نركز عليهم نعمل فيهم كرانشز، نعمل تكرارات تقريبا نبلش من 15 بمكان توصل 20 ل 25 تكرار في الجولة الواحدة، وبالتالي بتحس بالانقباض في العضلة وبصير عندك تايت. نبلش في العد، يلا جو، ممتاز، نركز على عملية التنفس. هلا بإمكاننا نحس أن العضلة بصير فيها كرانش. عضلة البطن معظم الألياف العضلية الموجودة فيها هي ألياف بطيئة الخلجة،
سلو تويتش فايبرز. هاي الالياف تحتاج الى تكرارات عاليه ومده زمنيه طويله، وبالتالي تستجيب على المدى الطويل، تستجيب للتكرارات العاليه، وبالتالي بدها شويه مجهود وشويه تركيز حتى توصل للنتيجه اللي احنا بدنا اياها. نعيد، خلينا نحكي 5 again 4 3 2 1 excellent. ممتاز. نعطي تمرين ثاني خلينا نشغل فيها العضلات اللي هي اللور ابس، اللي عضلات البطن السفليه. نحط ايدينا تحت منطقه الحوض، نرفع رجلي بطريقه 90 كان عم نعمل بوش لحيط، هيك عمالنا بندفش بحيطه، مد رجليك للامام. جود، 1 again 2 احسن 3 4 5 again 1 2 ريلاكس، ريح رجليك بلاش نضغط عليه بزياده. المهم كثير بهذا التمرين نكون حذرين شوي شوي، لانه بدي اضغط على منطقه الحوض الموجوده عندي. ادي طريقة سلسه، اركز زي ما حكينا، برجع بعيد المعلومه، عمليه التنفس، العضله ضلها شاده عندنا تايت، ما نعمل اي حركات فجائيه خصوصا لمنطقه الظهر وانا عمالي بلعب بالموضوع، او مثلا شدني شيء، لفيت وجهي او لفيت كتافي وانا عمالي بعمل التمرين، مشان ما يصير في عندنا حركه زي طحنيه للعمود الفقري، خصوصا اذا كان عندنا مشكله بالفقرات الموجوده عندنا. هدول تمرينين للابس بسيطات سهلات، بامكاننا نعملهم في البيت او حتى بامكاننا نعملهم في مكان العمل. هدول تمارين بقوون عضلات البطن، بامكاننا نعملهم يوميا، ما عندنا اشكاليه في الموضوع. كانك تعملهم 3 جولات مقصود فيها 3 مرات، كل مره مجموعه بتتكون من 15 ل 25 او حتى 30 تكرار بامكانك تعملها يوميا، يوم بعد يوم. ممتاز، بتحافظ على منطقه البطن تايت مشدوده وكويسه. تمرين ثاني لنعمله الان لمنطقه اسفل الظهر مشان نقويها. نام على بطنك، اوكي، مد ايدينا للامام، بنحرك ايدينا التنتين لفوق وجسمنا ممدود بهذه الطريقه، ما عم بتحرك، حنحس لود موجود عندنا على اللور باك. ارفع الان، 1 جود 2 3 جود 4 5 اجين 6 ارتاح. هذا التمرين بقوي عضلات اللي هي المحيطه بالعمود الفقري، تمرين امن جدا، بقوي العضلات، بقوي الاربطه والاوتار الموجوده عندنا. بامكانك تعملها 3 مجموعات، كل مجموعه بتحتوي على 15 تكرار، بتبلش من 12 ل 15، بدون اوزان، بدون اي شيء. هذا التمرين بقوي هذه المنطقه كامل مع اللور باك الموجود عندنا، بيعطيها القوه اللازمه انها تحميني، خلينا نحكي على طول السنه، مش شرط فصل الشتاء كامل. تمرين ثاني بامكاننا نعمله، خلينا نحكي الترناتيف، ايدك الشمال مع رجلك اليمين بدها تطلع. جو، 1 شوي شوي 2 خرج لك ستريت جود 3 4 مور 5 جود، ريح ايدك الثانية مع رجلك الثانية جود، نبدل 1 2 اكسلنت 3 4 5 ريلاكس. هذه مبادئ تمارين مبدئية للعضلات المحيطة بالعمود الفقري مشان تقوي لنا اياها. التمرين الثاني اللي عملناه برضه كثير رائع وممتاز، بامكاننا نعمل التمرينين ب3 مجموعات، كل مجموعة بتتكون من 15 تكرار. في برضه تمارين أكثر من ذلك بامكاننا نعملها، في كمان ماكينات بامكاننا نستخدمها، بس هذه التمارين احنا اخترناها لأنها سهلة، سلسة وبسيطة، بامكانك تعملها في البيت، بامكانك تعملها بأي مكان أنت بتحس مرتاح بالنسبة لك. هون بنكون احنا وصلنا لنهاية الفقرة اللي عملناها اليوم، وإن شاء الله بنشوفكم بفقرة